احنا بالتالي ننتظر آية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هاي بها أطلاق لما بها أطلاق؟ قال الحق مثلا نريد أن نمن على بعض أو من في الأرض، بعض جزء من الأرض، بهذا لو أطلاق أطلاق. نحتاج إذن لأي شيء؟ نحتاج مقدمات النصر. كل المواجهات التي مرت على عصور الإسلام لم يتحقق نصرا كليا، يعني هذه الآية لم تطبق. إذن بالتالي نتساءل متى تنطبق هذه الآية أو تكون مصداقا عاليا في التطبيق؟ إلا بظهور الإمام سلام الله عليه، لأن هي أصلا كثير قالوا أنها تخص الإمام. إذا ماذا نحتاج إلى مقدمات النصر؟ زين قد يتساءل بعض، مو يقول أنت إذا هاي المؤمنين القليل إذا تكاملوا وعبدوا الله إخلاصا وأرادوا أنه تعلو كلمة، ليش ما يخرج الإمام؟ لا، لازلنا لم نتأهل أو نصل عتبة المراد من النصر الإلهي. نعم قد يكون الأرض لا تخلو، لكن بمن تخلو؟ يقل العدد. حتى تتحقق هذه الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، تحتاج جانب الأول، تحتاج إلى علة وجود هذا النصر، وهم ماذا؟ المؤمنون الكمل الذي يعني تتحقق بواسطتهم هذه الآية. فعليهم أن ماذا؟ أن يعتمدوا على شنو؟ يعتمدوا على أنفسهم. بالرغم من نتكلم عن ظرفنا الحالي، كل الذين يحيطون بهم حتى من المؤمنين ماذا، على أي شيء يعتمدون؟ مو فقط على الغرب، حتى على بعض المسلمين المنحرفين، هذا ما نراه واضحا. على كثرة من يؤمن بالإمام المهدي، وعلى يعني ما نراه من أنهم يحملون قوة معتد بها لكن لا يخرج الإمام. إذن كيف وحال المؤمنين الذين ينتظرون الإمام وهم يرون هكذا؟ من المفروض أن يدعمون، يسندون، يكون ماذا؟ يكونون محاربين من قبل من يؤمن بالإمام، كونه اعتمد على ينظر إليك لن تفيده شيئا، طبعا فارق أساسي، ينظر لك يعرفك مؤمن، يعلم بأنك مؤمن، لكن يكابر ويترك هذا المؤمن المحصن بالاتكال على الله والاعتماد فقط على المؤمنين، ويذهب إلى غيرك ممن هو منحرف ظنا منه الفائدة ستكون من قبل هذا الاتجاه، ينظر إليك كأنه يمتلك أموال. زين أسألكم بالله، ينظر للفقير المعدم؟ لو ينظر للمليارات وما وما يعلم التريليونيات، وما أعرف بعد حتى هاي الأسماء، أمر واقعي لو استخراج وجداني، لا بعد ما ينظر لك. العدة لديه والعدد لديه، هل سأل نفسه لماذا لا يظهر له الإمام؟